شبكة ماتت ليه كده؟ بيكلمنا عندنا مكالمة مهمة بمناسبة قناة الأهلي، أستاذ مصطفى طنطاوي المتحدث الإعلامي باسم شركة لايف التي تولت قناة الأهلي واستلمتها والتي ستطور فيها بشكل أكثر من رائع. الناقد الرياضي الكبير والإعلامي المحترم الأستاذ مصطفى طنطاوي، السلام عليكم. ألو، سلام عليكم يا أستاذ مصطفى. عليك الصلاة وبركاته أستاذ عبد الناصر، ازيك؟ أنت نايم ولا صاحي الأول؟ لا نايم والله يمر. لا، بدل نايم نكلمك، أنا بكلمك بس من امبارح لأن إحنا كنا على وعد بمداخلة معاك عشان تطمن المتابعين معايا على يعني بعد فوز قناة الأهلي النهاردة واحتلالها المركز الخامس على مستوى قنوات الأندية عبر العالم، الناس كانت عايزة تعرف ماذا لديكم في لايف من مفاجآت لقناة الأهلي. والله هو في خطة طموحة جدا إن شاء الله رب العالمين، وبدأ الإعداد ليها على قدم وساق. طبعا الأستاذ محمد كامل وباقي فريق العمل بالمشاركة مع مجلس إدارة القناة اللي بيشارك فيه أعضاء من شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي التابعة لمجلس إدارة النادي الأهلي. واضعين خطة طموحة جدا، يمكن في مفاجآت كتيرة جدا طبعا ما اقدرش اعلن عنها لأي حد دلوقتي، لكن احب اطمن حضرتك او اطمن جمهور النادي الاهلي بالذات ان في مفاجآت، يعني اقدر اقول فعلا من العيار الثقيل، واعداد رائع جدا للفترة القادمة للخروج بقناة النادي الاهلي في ثوب جديد فعلا بيعبر عن طموح جماهير النادي الاهلي وعن عظمه كيان النادي الاهلي كنادي للقرن وكرائد من رواد كره القدم، مش بس في مصر او في افريقيا، لا في العالم كله يا استاذ عبد الناصر. يعني لكن اللي اقدر اقوله لحضرتك اني بطمن حضرتك وبطمن جمهور النادي الاهلي ان المره دي باذن الله رب العالمين ربنا يوفق يا رب، والحاجات اللي انا شايفها والاتفاقيات اللي بتتم في الفترة دي هي ان شاء الله رب العالمين هتكون مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، سواء للأوساط الإعلامية او لجماهير النادي الأهلي او لجماهير كرة القدم والرياضة عموما في مصر. يعني اولا بحييك استاذ مصطفى طنطاوي احد الشباب الواعد المحترم اللي احنا بنفتخر بيه، وفي نفس الوقت يعني ناهيك عن انك زميل اعلامي نعتز بيه وناقد رياضي محترم نشرف بيه، انت المتحدث الرسمي باسم قناة لايف المالكة حاليا للنادي الاهلي. وعايز اقول حتى يعني اسمح لي يعني استعير لفظ وشكم وش سعد، يعني دايما بقولها محمد كامل وش السعد، يعني محمد كامل ما يتواجد في مكان وانتم معاه الا والخير يجي على قدومكم. يعني النهارده لاول مره يحصل هذا الاستفتاء على مستوى العالم من احد اهم المواقع المتخصصه في ريت المشاهدات، لتاتي قناه النادي الاهلي خامسه بعد مين؟ قناه برشلونه وباريس سان جيرمان وليفربول، الخامسه على مستوى العالم والأول عربيا والأول في الشرق الأوسط والأول في إفريقيا، ولم تدخل تطوير بعد، فوشكم مش السعد يا درش. والله يا أستاذ عبد الناصر إحنا في سواء في شركة لايف أو في شركة استادات أو في أي كيان مع الأستاذ محمد كامل، هو من الناس الملهمين لينا جميعا بصراحة، صح، وبيقدر يخرج من كل واحد كل الطاقة اللي جواه بل أكثر من طاقته علشان يؤدي عمله. الإخلاص عنوان كبير جدا عند محمد كامل وفي شغل محمد كامل وفي فريق عمل محمد كامل. الإخلاص بقى يا أستاذ عبد الناصر سواء للشركة أو الكيان وبالأخص للعملاء وللشركاء، شركاء النجاح. طبعا يمكن لما اختارت شركة السادات وشركة لايف إن هي تكون شريك للنادي الأهلي سواء في الوحدة الاقتصادية أو في إدارة قناة الأهلي، ده ما جاش من فراغ، ده شرف كبير جدا لأي حد يا أستاذ عبد الناصر إنه ينتمي لكيان كبير زي كيان النادي الأهلي وبالأخص لشركتنا شركة السادات أو شركة لايف، ده شرف كبير جدا لينا. ويمكن زي ما حضرتك بتقول لو بصينا لاستفتاء بسيط اتعمل وده قبل التطوير، فده بيقول إن إحنا داخلين على كيان كبير ويستحق مننا كلنا كل الجهد
علشان نعلى باسمه اكبر واكبر، وهو كمان يعلى باسمنا يا استاذ نصر، لان اسم الاهلي فعلا وقناته اسم كبير يستاهل من كل حد مخلص في عمله، مش بس يكون اهلاوي او يكون من مشجعي النادي الاهلي، لا يكون مخلص لعمله ومخلص لكيان النادي الاهلي، انه يبذل اقصى طاقه. وده اللي علمه لنا الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركه، ان احنا لازم نكون مخلصين في عملنا علشان ربنا يوفقنا ويبارك لنا. وان شاء الله رب العالمين يا استاذ عبد الناصر بالروح دي وبشرة الخير اللي حضرتك لسه بتقولها لنا، اقدر اقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في طفره كبيره جدا في اداء قناه الاهلي في الفتره القادمه، وده ان كان بمجهود من شركه لايف او من تيم عمل محمد كامل، لكن هو في الاساس بتوجيه وبتشجيع كبير جدا من الاسطوره محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بيضع ثقته الكامله فينا وبيضع ثقته الكامله في التيم لايف، ان هو يقدم فعلا الصوره اللي يستحقها مشاهد قناه الاهلي ومشاهدي الرياضه المصريه عموما في اداء محترم منضبط بيعبر عن قيمه وعظمه النادي الاهلي. طيب في سؤالين ثلاثه بس عشان ما ارهقكش من الساده المشاهدين على كم يعني اقبال كبير حصل على اللايف من اول ما انت اتكلمت، ولكن خليني اسالك اخد سؤالين ثلاثه بس يا جماعه عشان ما نرهقش الاستاذ مصطفى. الاول، هل هناك تغيير في المذيعين دون ان نطلب منك اسماء جديده؟ معلش ما سمعتش السؤال يا استاذ. هل هناك تغيير في المذيعين؟ مش عايزين نعرف منك مين، ولكن هل هناك تغيير في المذيعين في التطوير في نص ستة القادم؟ في اسماء جديده وفي اسماء من المذيعين اللي موجودين حتى ظل موجوده، لكن في اسماء جديده ونجوم في عالم التقديم التلفزيوني، يمكن ما اقدرش اقول اكتر من كده، لكن أنا في عارف. نجوم من العيار الثقيل يا استاذ عبد الناصر. طيب السؤال الثاني، هل سيكون هناك طفره في الحقوق يعني زي الهايلايتس بتاع الدوري؟ لان طبعا خليني اقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، الدوري بنسبه 90% راجع، فهل هناك هايلايتس للدوري المصري ودوريات اجنبيه في الخطه الجديده؟ والله يا استاذ عبد الناصر المحاولات دلوقتي في الحصول على حقوق اكثر مما نتخيل، ومش بس حقوق من دوري او كاس او مسابقات محليه، لكن في حقوق اكتر من كده بتعدي حدود مصر ان شاء الله. يعني سيكون هناك حقوق عالميه بالاضافه للدوري المصري ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب اخر سؤال، هل ممكن في برضه يا استاذ ناصر برضه معلش تجدر الاشاره هنا للعلاقه الطيبه اللي بتجمع الرئيس التنفيذي للشركه الاستاذ محمد كامل والاستاذ تامر مرسي رئيس طبعا طبعا برافو عليك ولكل عناصر المنظومه في مصر. فالعلاقه الطيبه ديت اكيد هتحكم سير المفاوضات بشكل ايجابي ان شاء الله رب العالمين لصالح مشاهد قناه النادي الاهلي. وده كان السؤال على فكره، ان الناس بتقول لك هل هناك تعاون ما بين اعلام المصريين، خصوصا ان شركه لايف مع شركه استادات يعني تعتبر من المتعاونين بقوه مع اعلام المصريين ومع المسؤولين في اعلام المصريين، والطفره طفره شامله مع بعضيكم يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا استاذ عبد الناصر، ما فيش شك ان 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 كيان كبير زي اعلام المصريين هيكون في تعاون كبير جدا معاه، والعشم الاكبر كمان ان هم يساندوا اداره شركه لايف في مشروعها الجديد في قناه النادي الاهلي، وده المتوقع من 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 ناس محترمين زي اداره اعلام المصريين، والعلاقه الطيبه اللي بتحكمهم مع اداره شركه لايف او شركه استادات. مش عايز منك معلومات اكتر من كده عشان ما ينبش دمنا تقيل، لان انا عارف ان الكلام حساس. 15 مايو 15 6 الخروج الجديد، ولكن اخيرا هل سيكون هناك يوم خاص، يوم التطوير هيكون فيه استعدادات خاصه لجمهور النادي الاهلي تدعوه لان ينظر الى الشاشه من الصباح وحتى المساء؟ هيكون يوم خاص وافتتاح خاص جديد في ظل كلكم في المنازل وكلنا بنحارب الكورونا بالتعاون مع الدوله والجلوس في المنازل وكلنا شغالين اونلاين، فيوم نص يوليو ماذا يعني لجمهور النادي الاهلي اذا كان هو ده اليوم النهائي لانطلاق القناه في شكلها الجديد؟
والله يا استاذ عبد الناصر، يمكن في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين هيتم الاعلان تباعا عن معطيات جديده وعن مفاجات اكتر لجمهور النادي الاهلي. ومش بس اوعد حضرتك بان جمهور النادي الاهلي هيستمر قدام الشاشه طول اليوم علشان يشوف الجديد بتاع القناه، لكن اللي اقدر اوعد حضرتك بيه ان كل جماهير كره القدم والرياضه في مصر او المهتمين بالرياضه والاعلام الرياضي هيكونوا كلهم قدام الشاشات ومنتظرين المفاجآت الكتير اللي هنعلن عنها تباعا في الفتره اللي قادمه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، واعتقد ان كل الناس في اللايف يوصوك خيرا بملك وكتابه حبيب الاهلاويه عادل القيعي وابراهيم المنيسي، بيقول يعني ده لازم يكون ضمن التطوير ليكون قادره من انجح البرامج في مصر طبعا. واعتقد ان الكابتن عادل القيعي وابراهيم المنيسي عاملين حاله ومستمرين على الشاكه في التطوير باذن الله، فنوصيك طبعا خيرا بهم. دي حاله عظيمه، لكن أكيد في إدارة للقناة جديدة وهيكون لهم القرار النهائي، لكن أنا كمتابع لقناة الأهلي ومحب وعاشق لبرنامج ملك وكتابة أكيد هكون من أكثر المؤيدين لاستمرار البرنامج وتطويره أكثر كمان. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى، وباسف اذا كنت اتكلمت في وقت غير مناسب اعذرني، ولكن لا بشكرك. لكن حضرتك تتشرف في اي وقت، اشكرك على سعيد اني كنت مع حضرتك ومع جمهورك. اشكرك، وانا اسف جدا للمره الثانيه اذا كنا ازعجناك. تحياتي ليك وتحياتي لمحمد كامل الرئيس اتفضل. وكل سنه التنفيذي. وحضرتك طيب شكرا جزيلا، وجميع مستمعينك ومشاهدينك بخير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.